بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص هذه المسألة التي تتكرر في كل سنة متعلقة بزكاة الفطر، وهذا الموضوع يعني في الحقيقة لا يحتاج إلى كل هذا الهول وهذا النقاش، فإن القضية فيها متسع، ولا شك اختلاف الفقهاء ناتج عن اجتهاد، وهذا الاجتهاد تاع الأوائل، اجتهد الأئمة الأوائل، اجتهد حتى الصحابة في مسائل مثل هذه. ولهذا فإن إخراج هذه الزكاة المتيسر في هذا الحال وفي هذا الزمان هو الذي يعمل به، ونحن نعمل في إطار أن تكون وأن الشعب عموما والناس يستمعون إلى الفتوى التي تكون فتوى جماعية لا الفتوى الفردية، والفتوى الجماعية تحقق المقاصد وتحقق مصالح الناس. والآن لا شك في هذا العصر وفي هذا الزمان قد أفتى علماؤنا بجواز إعطاء زكاة الفطر تيسيرا للمحتاج وغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أن تؤدى نقدا حتى يتيسر على الناس. هذا يعني ملخص كلامهم، فأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.